اليوم إن شاء الله بنبدأ في المحاضرة الثانية عشر. محاضرة اليوم راح نتكلم على أنواع الشركات، طبعا واللي يهمنا في الشركات اللي هي شركات الأموال وشركات الأشخاص بالدرجة الأولى، أو التقسيمة هذه هي اللي تهمنا بالدرجة الأولى. إحنا تكلمنا المحاضرات اللي فاتت عن أنواع الشركات، وشفنا إنه في اختلاف في تقسيم الشركات من حيث طبيعتها ومن حيث رأس مالها ومن حيث أهميتها. وشفنا في أحد التقسيمات أنه تقسم الشركات إلى مدنية وتجارية، وشفنا أنه تقسم إلى شركات أشخاص وشركات أموال. اليوم التقسيم أو الجزئية اللي تهمنا اللي هي تقسيم الشركات إلى شركات أشخاص وشركات أموال، وعلى أي أساس يتم هذا التقسيم، وش نوع الشركات الموجودة في كل فرع من هذه الفروع، وأيضا خصائص كل شركة. لذلك بيكون أهمية المحاضرة تكون أهميتها في مسألة تعريف كل شركة والخصائص اللي تتبع لكل شركة، وهذا اللي هو محل أسئلتكم دائما، أنه كيف تكون الأسئلة على هذا النوع، كيف تجي هذه كل الأمور راح تبين معاكم من خلال تعريف الشركة وأيضا خصائصها. أول نوع من هذه الشركات اللي هي شركات الأشخاص، وشركات الأشخاص هي الشركة اللي يملكها أكثر من شخص، وتكون قائمة على الاعتبار الشخصي، بمعنى أنه شخصية الشريك لها أهمية بالغة في هذه الشركات، أهم من أمواله، أو بمعنى آخر أو بمعنى أدق أهم من حصته في هذه الشركة. لذلك تجدوا يعتمدون على شخصية الشريك في مسألة تحديد مسار وديمومة واستمرارية هذه الشركة. أول نوع من هذه الشركات اللي هي شركات الأشخاص اللي هو شركة التضامن. وشركات التضامن هي شركات تتكون من شريكين أو أكثر مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة، وبذلك ما يكون مسؤولية الشريك في هذه النوعية من الشركات ما يكون مسؤوليته فقط، أو ما تكون مسؤوليته فقط في حدود حصته أو نسبته في رأس المال، لا، بل تتعدى لما هو أبعد من ذلك، ويعتبر مسؤول حتى في أمواله الخاصة، لسداد أي دين تتعرض له هذه الشركة، أو حتى أحد أو حتى يتسبب في أحد الشركاء الآخرين. وبالتالي من أهم مزايا شركة التضامن أن المسؤولية تضامنية بين الشركاء، وبالتالي يحق لأي شخص دائن للشركة أنه يرجع على أي واحد منهم ويسألهم ويكونوا مسؤولين أمامه حتى في أموالهم الخاصة. من خصائص شركة التضامن أيضا بجانب مسؤوليتهم التضامنية بين الشركاء، من أهم مزاياها أنها تتكون أو أنه اسم الشركة يتكون من دائما من أحد هالأشخاص، أو أنه يضاف اسم الشريك أو اسم الشركة بالذات يضاف إلى عنوان الشركة. دائما نجدهم فلان وشركاء، فلان وفلان للشركة الفلانية. تجد أنه أسماء الشركاء غالبا توجد داخل شركات التضامن، أو توجد داخل عناوين شركات التضامن إن صح التعبير. من الخصائص الموجودة في شركة التضامن إنه هذه الحصص غير قابلة للتداول، بمعنى إنه الشريك لا يستطيع إنه يضع مكانه أحد، أو إنه يستبدل حصته، أو إنه يبيع حصته إلا بموافقة جميع الشركاء. بينما بنجد أنه في شركات أخرى بإمكان الشريك أن يتصرف في حصته، في أمواله، في رأس نسبته في رأس المال، بدون الرجوع للشركاء.
لأن الرابطة لا تكون غالبا معتمدة في هذه الشركات على الشخص، تجدها مرتبطة بالمال. بينما هنا في شركة التضامن تجد أنه غير قابل للتداول نهائيا، والسبب أنه العلاقة الشخصية اللي ربطت الشركاء فيما بينهم ذات اعتبار مهم في هذا النوع من الشركات. في شركة التضامن يعتبر جميع الشركاء في الشركة تجار، وبالتالي يجب أن تسري عليهم أحكام القانون التجاري اللي احنا تكلمنا عليها في باب التاجر، ويجب أن يكون عندهم الأهلية القانونية أو التجارية اللي تكلمنا عنها في باب التاجر. من خصائص شركة التضامن أنه لا تجوز مطالبة أي شريك بأن يؤدي من ماله دين معين للشركة إلا إذا ثبت هذا الدين في ذمة الشركة. لابد من إثبات هذا الدين في ذمة الشركة، ويكون هذا عادة بإقرار من إدارة الشركة ولا المسؤولين عن الشركة. فمتى وجد هذا الإقرار، متى ثبت هذا الدين، أصبح بإمكان الغير أو الدائن أنه يرجع ويختار أي من الشركاء ليعود عليه حتى يتم عملية السداد. شركة التضامن تنقضي وتحل بوفاة أحد الشركاء، وبالتالي ديمومة هذه الشركة يعتمد على الوضع القانوني للشركاء، إفلاسهم، إعسارهم، انسحابهم من الشركة، تغير أهليتهم القانونية وبالتالي الحجر عليهم لسبب أو لآخر، وفاتهم، كل هذه أمور تؤثر في الشركة وتقضي على شركة التضامن، بمعنى تنقضي هذه الشركة إذا حدث واحد من هذه الأمور. ولكن بالإمكان إذا تدارك الشركاء هذا الوضع بالإمكان أنها تستمر، ولكن في حالة واحدة، وهذا استثناء، حالة استثنائية، أنه إذا نص العقد الشركة على الاستمرارية في حالة حدوث مثل هذه الظروف، إذن هنا يكون وضعهم، وضع الشركة مرتب من ناحية الانقضاء. لذلك تجد أنه النوعية هذه من الشركات، أو في بعض الشركات اللي منها النوع، تجد أنه ينص في عقد الشركة على أنه وفي حالة تعرض الشريك لواحد اثنين ثلاثة من الأمور، تستمر الشركة وتعامل ويعامل الوضع بالطريقة أو بآلية معينة مرتبة بينهم. فيما عدا ذلك إذا لم ينص عقد الشركة على ترتيب مثل هذه الأمور فيما لو حدثت، إذن هذا يعتبر واحد من أسباب انقضاء شركة التضامن. من الخصائص ولا من الأمور، النقاط المهمة في شركة التضامن، أنه لا يجوز إجراء التغييرات في عقد الشركة إلا بموافقة وإجماع الشركاء أنفسهم، لا يكفي عملية غالبية الأعضاء، لا يكفي عملية غالبية الأعضاء أنهم هم اللي بإمكانهم تغيير بنود العقد، لا، لابد من عملية إجماع من جميع الشركاء. وإذا حدث أي تغيير في العقد طبعا حتى يكون حجة في مواجهة الغير، لابد أنه يتم، أو حتى يكون نافذ في مواجهة الغير، لابد أنه يكون مشهر، بمعنى لابد من إشهار التغيير اللي حدث أيا كان بنفس الآلية اللي أشهر فيها عقد الشركات الأساسي عند التأسيس، وبالتالي يكون حجة في مواجهة الغير. إذا لم يتم في عقد الشركة تحديد لآلية معينة لتوزيع الأرباح بين الشركاء، فهنا يتم التوزيع حسب حصص الشركاء في رأس المال. ولكن جرت العادة أنه مثل هذه الشركات، جرت العادة أن يكون هناك تحديد واضح لنصيب كل شريك من الربح، ونصيب كل شخص في تحمل الخسارة، وبالتالي تجد أنه الأصل أو أنه العادة أنه هذه الشركات لا تواجه إشكالية في مسألة تقسيم الأرباح، لأن أصلا هي العلاقة قائمة على علاقة شخصية أو معرفة أو رابطة، لذلك لا تجد إشكاليات توزيع
الأرباح أو توزيع بين الشركاء، فدائما دائما يحددونها من البداية. تجد الإشكالية في شركات أخرى هي اللي يكون فيها شوي عملية توزيع الأرباح وتوزيع رأس المال وتوزيع الخسائر، تقسيم الخسائر يكون عندهم شوي إشكالية إذا ما وضحت في العقد. النوع الثاني من الشركات الأشخاص اللي هي شركة التوصية البسيطة، يمكن هذا الاسم ما هو مألوف بالنسبة لكم أو ما هو دارج، يعني شركات التضامن وشركات المساهمة أعرف أنها من الأسماء الشركات الدارجة، ولكن هناك أيضا تفريعات أو شركات مشابهة لهذه الشركات أو تتفق مع الشركات في بعض الأمور. واحد من هذه الشركات اللي قد تكون ما هي مألوفة بالنسبة لكم هي شركة التوصية البسيطة. هذه شركة تتكون من فريقين من الشركاء، على الأقل يكون واحد منهم متضامن ومسؤول مسؤولية تضامنية عن جميع أمواله أو في جميع أمواله عن ديون الشركة، وينطبق عليه ما ينطبق أو ما تكلمنا عنه في شركة التضامن من ناحية وجود اسمه في عنوان الشركة ومسؤوليته ومسألة اكتسابه لصفة التاجر. هذه كلها من الأمور اللي تنطبق على هذا الفريق سواء كان شخص أو شريك واحد أو أكثر. وفي المقابل هناك شريك آخر نسميه الشريك الموصي، ويكون مسؤول عن ديون الشركة فقط في حدود حصته في رأس المال، ولا يتدخل في إدارة الشركة ولا يدخل اسمه في عنوان الشركة ولا يكتسب صفة تاجر نهائيا. كل هذه الأمور تكون من اختصاص فريق المتضامنين في هذه الشركة. طبعا هذه النوع من الشركات تنقضي بوفاة أحد الشركاء أو حتى الحجر عليه أو أنه تعرض لما يتعرض له أي شخص أو أي تاجر من إفلاس أو غيره. لذلك تجد أنه هذه الشركات يغلب عليها أو تغلب عليها بعض خصائص شركات التضامن طالما وجد فيها فريق متضامن. النوع الثالث من شركات الأشخاص اللي هي شركة المحاصة. وشركة المحاصة هي من الشركات اللي تعتبر شركة مستترة، بمعنى ما لها شخصية اعتبارية، ولذلك هي لا تحتاج لعملية إجراءات الإشهار. احنا تكلمنا عنها المحاضرة الماضية، بس ما أدري احنا المحاضرة الماضية تكلمنا عنها بشكل صح، أقصد إنه بشكل دقيق ولا لا. احنا كنا نتكلم إنه كل الشركات تحتاج إلى الكتابة بما فيها شركة المحاصة، وشركة المحاصة من الشركات اللي لابد أنها توثق عند موظف مختص، لابد من توثيقها عند موظف مختص. ولكن شركة المحاصة هي الاستثناء الوحيد على كل هذه الشركات اللي لا تحتاج لعملية إشهار. ليش؟ لأن الشركاء يحتاجون عملية الإشهار حتى يعتدون باسم الشركة أو بشخصية الشركة القانونية أو المعنوية في مواجهة الغير، في عقودهم مع الغير، لاكتساب حقوق من الغير، لحتى يترتب على هذه الشركة واجبات لمواجهة الغير. شركة المحاصة ما تحتاج لهذا كله. شركة المحاصة قائمة على مجموعة من الأشخاص مستترين تحت هذه الشركة، كل الأعمال اللي يقومون فيها في مواجهة الغير يقومون فيها بأسمائهم الشخصية، بأسمائهم الشخصية. لذلك من أهم خصائص شركة المحاصة أنه لا يوجد لها شخصية معنوية، وبالتالي ما في شيء اسمه شخصية شركة محاصة. تجد شركة محاصة ومجموعة من المتشاركين فيها والشركاء فيها، ولما يبغون يبرمون أي عقد لمصلحة هذه الشركة يبرمونه باسمهم الشخصي. تجد واحد منهم هو اللي مستأجر المبنى، وتجد آخر هو اللي أحضر الآلات والمعدات إن كانت تتطلب ذلك، وتجد آخر هو اللي يدير عملية استثمارها ولا البزنس الخاص فيها، أيا كانت نوعية الاستثمار أو عملية البزنس اللي يقوموا فيه. ولكن لا يوجد ذمة مالية مستقلة لهذه الشركة، هذا اللي نبغى نوصل له. لا يوجد شخصية معنوية، لا يوجد ذمة مالية، وبالتالي لا يوجد معاملات باسم الشركة. ما في على أرض الوجود أو في مواجهة الغير يعني شرط لهذه الشركة.
اشتراط الكتابة هو لا يشترط في عملية الاحتجاج بهذا الشرط في مواجهة الغير، لكن فيما بينهم لابد أن يكون فيه شيء مكتوب، فيما بينهم لابد أن يكون فيه ما يثبت وجود مثل هذه الشركة. انتهاء علاقة الشركاء فيما بينهم، إذا اقتسموا الأرباح، إذا اقتسموا الخسائر، إذا تحملوا ما ينتج عن 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 هذه العملية، إذا قسمت بشكل هذا بإمكانهم أنهم ينهون هذه الشركة. انتهاء علاقة الشركاء فيما بينهم يعني انقضاء هذه الشركة اللي ما لها أصلا أثر أو ما لها شخصية معنوية. فالكتابة اللي احنا تكلمنا عنها في المحاضرة الماضية لجميع الشركات هو أمر تطلبه النظام. عملية الإشهار في شركة المحاصة هو الاستثناء اللي لا يتطلبه القانون، أو لا يتطلب في شركة المحاصة عملية الإشهار. هذه أهم هذا وهذا أهم ما في شركات الأشخاص، هذا أهم ما في شركات الأشخاص اللي هي التضامن والتوصية البسيطة، وأيضا شركة المحاصة وأهم الخصائص اللي فيها. وشفنا أنها شركات قائمة على الاعتبار الشخصي للشركاء، وبالتالي شخصية الشريك وما يتعرض له هذا الشريك مهمة بدرجة أكبر من حصة هذا الشريك ولا من نسبة أموال هذا الشريك في رأس مال الشركة. النوع الثاني من الشركات اللي هي شركات الأموال، وما يعني كل ما قلنا عن الأشخاص عكسه في شركة الأموال. هذه الشركات لا 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 تهتم بشخصية الشريك نفسه. أهم نوع يعني هي شركات قائمة على الاهتمام بالاعتبار المالي بدرجة أولى. لذلك ما يقدمه الشريك من أموال وحصة الشريك ونسبته في رأس المال هي المهم بالنسبة لهذه النوعية من الشركات. أكبر مثال لها والمثال اللي معروف ودارج عند الناس اللي هي شركة المساهم، وهي شركة يقسم فيها رأس المال إلى أسهم متساوية القيمة تكون قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة. لا يسأل أي شريك في شركات المساهمة إلا في حدود قيمة الأسهم. لا يمكن في هذا النوع من الشركات أن يقل عدد الشركاء فيها عن 5 شركاء. طيب هل في حد أعلى لعدد الشركاء؟ الجواب لا. الأهم في هذه الشركة أنه لا يقل عدد الشركاء عن 5. أما مسألة كم عدد الشركاء هنا لا يهم، عكس شركة بنشوفها بعد شوي تهتم بحد أعلى لعدد الشركاء لا يزيد عن 50 شريك في في في. لكن في شركات المساهمة الأهم أن لا يقل عدد الشركاء عن 5 شركاء. من أهم خصائص شركات المساهمة أنه تعتمد هذه الشركات على رأس مال ضخم، ويمكن الاكتتاب فيه إما أن يكون هذا الاكتتاب في صورة اكتتاب أو شركات أو مؤسسين يضعون هذا الاكتتاب في صورة اكتتاب عام ويكون مطروح للجميع، وفي هالحالة يجب أن لا يقل رأس مال هذه الشركة اللي تطرح الاكتتاب العام يجب أن لا يقل عن 10 مليون ريال. 10 مليون ريال، وهذه يسمونها شركات مساهمة مفتوحة. النوع الثاني من الاكتتاب قد يكون اكتتاب مغلق أو مساهمة مغلقة، وهذا يكون عادة في بين المكتتبين أو بين المؤسسين أنفسهم، وفي الحالة هذه يجب أن لا يقل رأس المال عن 2 مليون ريال. صورتين من صور
الاكتتاب في شركات المساهمة، إما أن يكون هذا الاكتتاب في صورة اكتتاب مفتوح عام مثل اللي احنا نشوفه دارج عندنا اليوم، وفي هالحالة النظام نص على أنه لا يقل عن 10 مليون ريال، وقد يكون اكتتاب مغلق وفي الحالة هذه لأشخاص محددين أو لمؤسسين أو على حسب نوعية الرابط اللي يجمعهم، وفي الحالة هذه النظام نص على أنه يجب أن لا يقل رأس المال عن 2 مليون ريال في شركات المساهمة المغلقة. من 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 أهم خصائص شركات المساهمة أو من الأدوار اللي تلعبها دائما شركات المساهمة أنها هامة للدول وتلجأ لها الدول وتحرص عليها الدول، لأنها تحدث نوع من الازدهار الاقتصادي في الدول غالبا. متى ما تعاملت جميع الأطراف معها بالشكل أو بالآلية الصح، دائما ما تكون منتجة، دائما ما تكون عامل مساعد في زيادة الثروة الاقتصادية. لذلك كثير من الدول كانت تعتمدها اعتماد كلي حتى ترفع من مستواها الاقتصادي. وفي دول كثيرة قامت على أساس سوقها وأسهمها وشركات المساهمة فيها هي اللي طورت من هالبلد. من أهم خصائص شركة المساهمة بعيدا عن مساهمتها في عملية الازدهار الاقتصادي ولا الثروة الاقتصادية ولا غيره، ومساعدتها في عملية إنه إيصال الأموال للدول، من أهم خصائصها أن لا يقل عدد شركائها عن 5، أن لا يقل عدد شركائها عن 5، أن لا تكون شركة المساهمة باسم أحد الشركاء. لذلك تجد إنه في شركات المساهمة غالبا تستمد اسمها من الغرض اللي انشئت من اجله. اذا والله في مجال زراعي تجدها باسم، تجد للمجال الزراعي نصيب من اسمها. اذا في مجال بنوك تجد للبنوك اسم او نصيب من الاسم في 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 اسم هذه الشركة. دائما هذه الشركات او شركات المساهمة تعتمد او تستمد اسمها من غرضها وليس من اسم أصحابها، عكس شركات الأشخاص اللي احنا تكلمنا عنها قبل شوي وقلنا أنه يوجد من خصائصها أنه يجد أو يوضع اسم الشريك داخل عنوان الشركة أو داخل اسم الشركة. من الخصائص شركات الأموال أنه الشركاء زي ما قلنا مسؤولين مسؤولية محدودة في حدود رأس مالهم أو في حدود نسبتهم أو حصتهم أو قيمة أسهمهم في رأس المال. إدارة الشركة غالبا في شركات المساهمة تكون عن طريق مجلس إدارة غالبا، وغالبا أنه ينتخب هذا المجلس من المساهمين. ولما أقول أنه من المساهمين معناته أنه يكون من حملة الأسهم، بشرط أن لا يقل عددهم عن 3 أعضاء، ولابد أن يكون فيه مدير عام لإدارة الأعمال اليومية لهذه الشركة. هذا المدير يعين عن طريق أعضاء مجلس الإدارة. شركات المساهمة من حيث قرار الترخيص، طبعا هي في شركات المساهمة إما أن يكون ترخيصها أو تأسيسها بمرسوم ملكي، وهذا نوع من من يعني للشركات ذات الامتياز اللي يعني اللي تدير مرفق عام او لها شأن في 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 احد مفاصل الدولة، يعني هذا لابد ان يكون فيها مرسوم ملكي. اما بقية شركات المساهمة فممكن انه وزير التجارة يصدر قرار الترخيص او يصدر ترخيصها وتأسيسها يكون عن طريق قرار من وزير التجارة. هذه في كيف تأتي شركات المساهمة او متى تحصل شركات المساهمة على الترخيص. الأسهم في شركات المساهمة متاحة للجميع طالما هو في مثلا اكتتاب عام، إذن هو متاح للجميع، بإمكان الجميع
التداول فيه بسهولة، في حين أنه في شركات أخرى تجد أنه في صعوبة في الحصول على مسألة التداول في مثل أو الحصول على أسهم في هذه الشركات، لأن لها تنظيم آخر يمنع الغير أو يمنع من عملية الوصول لهذه الشركة. أما في شركات المساهمة تجد أنه في سهولة دائما في عملية التداول. لما أتكلم على سهولة في التداول أتكلم على اللي مفتوحة للتداول العام. هل التاجر أو هل المساهم يكتسب صفة التاجر مثل ما يكتسبها الشريك في شركة التضامن؟ الجواب لا، المساهم لا يكتسب صفة التاجر في شركة في الشركة في يعني في الشركات المساهمة، حتى ولو كانت هذه الشركة شركة تجارية، بمعنى أنها تمارس نشاط تجاري. هل تتأثر هذه الشركات بموت أو إفلاس أو الحجر على أحد الشركاء؟ الجواب طبعا لا، لأنها لا تعتمد على الجانب الشخصي أو الاعتبار الشخصي. الشركات أيضا لا تتأثر بتغير القيمة السوقية لأسهمها، يعني والله أسهمها اليوم 100 وبعد شهر نزلت إلى 10، هل هذا يقضي على الشركة؟ لا ينقضي، حتى لو توصل لمبالغ أقل الشركة لا تنقضي إن صحت يعني إذا كقاعدة عامة إلا بأسباب انقضاء الشركات اللي راح نعددها. لذلك الشركة لا تتأثر بتغير القيمة السوقية لأسهمها، تبقى كما هي، مستوفي أركانها، تمارس عملها. أتكلم من الناحية القانونية، لا تبقى يعني لا تتأثر لا بخسارة، ولا تتأثر بحياة شريك أو حتى وفاته. السؤال اللي 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 محل نقاش، إنه إحنا نعرف إن الشركات، لما إذا تتذكرون في المحاضرة الماضية، إنه شخصيتها المعنوية ما تبدأ على طول، ممكن يتم الإجراء ويتفقون ويقومون بأعمال معينة ويأسسون الشركة، ولكن ينتظرون إلى صدور قرار الشركة والحصول على ترخيص الشركة وممارسة العمل، يعني بمعنى اكتمال الأركان واكتمال الشروط حتى تتوفر الشخصية أو حتى تبدأ الشخصية الاعتبارية للشركات. خلال الفترة هذه غالبا المؤسسين للشركات يقومون بمجموعة من الأعمال لشركة المساهمة، يتولون عملية الطباعة، يستأجرون قاعات لعرض مشروعهم ولا شركتهم، يعرفون الناس بشركتهم، يعلنون في جرائد، يعلنون في مواقع، يخسرون من الأموال الشيء الكثير في الفترة اللي قبل تكتمل الشخصية القانونية لهذه الشركة، اللي هي في مراحل التأسيس. قد يتعاونون مع مكاتب، قد يتعاونون مع أفراد، قد يتعاونون مع جهات إعلان، قد يتعاونون مع دور نشر لطباعة أمور معينة. كل هذه الأمور اللي يتولونها أو يقومون فيها أمور والشركة ما زالت تحت التأسيس، بمعنى لسه ما تأسست. لو قاموا بكل هذه الأعمال واستمروا في هذه الأعمال، خسروا من المبالغ مبلغ وقدره، أصبح لهم أو عليهم ديون في ذمة الغير، ولسبب أو لآخر ما حصلوا على عملية الترخيص، بمعنى ما يعني ما قامت شركتهم، شركة المساهمة بمعنى آخر، ما اكتملت لا أركانها ولا حصلت على شخصيتها، ولا يوجد شركة مساهمة بهذا الاسم إلى اليوم. السؤال، الناس اللي لهم دين والغير، هذولي اللي لهم ديون على هؤلاء الشركاء المؤسسين،
هل يعودون على هؤلاء الشركاء المؤسسين ولا يعودون على الشركة، ولا كيف يكون عملية تسديدهم وعملية استيفاء ديونهم من هؤلاء الأشخاص؟ قال لك طبعا هو لا، هناك مجموعة من الآراء اللي تنازعتها الرأي، أو مجموعة من الآراء اللي تقول إنه ممكن العودة على الشركاء ممكن بحسب نسبة وحصة رأس مال أو حصص هؤلاء الأشخاص في رأس مال الشركة اللي أصلا ما قامت، اللي كانت معدة أنها تكون شركة مساهمة، ولكن الظروف ما خدمتها أنها تكتمل وتصبح شركة مساهمة. فكان في مجموعة من الآراء أنه والله الغير هذولي، صاحب المطبعة وصاحب دار النشر وصاحب الدعاية والإعلان وصاحب القاعات وصاحب هذولي اللي لهم ديون، بإمكانهم أنهم يعودون على المؤسسين، ولكن يعودون في حدود نسبة وقيمة وحصة كل شريك في رأس المال. هناك رأي آخر يرى أنه لا، يعود عليهم كلهم وجميع أموالهم ضامنة. طبعا الآراء كثيرة، ولكن الرأي الراجح أو الغالب أو اللي يعمل فيه اليوم، أو اللي خلونا نقول اللي له قبول عند غالبية فقهاء القانون، أنه هؤلاء المؤسسين مسؤولين بالتضامن في مواجهة الغير، سواء كان الغير مكتتبين ولا كانوا الغير هذولي صاحب دار النشر وصاحب القاعة وصاحب لما أقول مسؤولين بالتضامن معناته أنه يحق للغير أو يحق للمكتتبين إن كانوا اكتتبوا، يحق لهم العودة على هؤلاء المؤسسين، ويكون هؤلاء المؤسسين ضامنين للوفاء بديونهم ومسؤوليتهم مسؤولية تضامنية، بمعنى جميع أموال المدين، جميع أموال المؤسس هذا، جميع أموال هذا الشريك ضامنة للوفاء بالدين، ضامنة للوفاء بالدين جميع أمواله. وبالتالي هذا هو الرأي الغالب اليوم، أو الرأي اللي معمول فيه أو اللي واجه يعني له قبول عند غالبية فقهاء القانون. النوع الثاني من الشركات اللي هي شركة التوصية بالأسهم. شركة التوصية بالأسهم فريقين، أحدهم متضامن، وبالتالي تراها قريبة جدا من مسألة التوصية البسيطة، فيها فريق متضامن هنا وهناك فريق متضامن. الفرق ان هناك فريق موصي، وهنا ان الفريق الثاني هو فريق متضامن مساهم. في الفريق حق المساهمين هنا والفريق الاخر المساهمين يجب ان لا يقل عددهم عن 4 شركاء، حتى يكون ما يكون في لبس في الموضوع. في شركات المساهمة يجب أن لا يقل عدد الشركاء عن 5، في شركات التوصية بالأسهم اللي هي من فريقين، واحد متضامنين والثاني مساهمين، يجب أن لا يقل عدد المساهمين أو فريق المساهمين عن 4، والفريق الآخر قد يكون شخص واحد. هؤلاء المساهمين في الفريق الآخر لا يسألون عن ديون الشركة إلا في قدر أو إلا بقدر حصصهم ونسبهم في رأس المال. من أهم خصائص شركة التوصية البسيطة أنه اسم الشركة يستمد من أسماء الشركاء المتضامنين أنفسهم، بمعنى شبيه لشركة التضامن، ولكن الفرق أنه يضاف لعبارة شركة التوصية بالأسهم. يجب أن لا يقل رأس مال الشركة عن 1,000,000 ريال حسب ما نص عليه النظام. تتم إدارة الشركة عن طريق أحد الشركاء المتضامنين. طيب هل تنقضي الشركة بوفاة أحد الشركاء المتضامنين؟ قال لك نعم.
طالما وجد كلمة شريك متضامن، إذن ما يحدث لهذا الشريك المتضامن من حجر، إفلاس، إعسار، تغيير مركزه القانوني لشكل أو لآخر، تغيرت أهليته، إذن يكون سبب في انقضاء هذه الشركة. وأيضا تنقض الشركة بأي سبب من أسباب الانقضاء الخاصة. الشركة ذات المسؤولية المحدودة، هذه الشركة تتكون من شريكين أو أكثر مسؤولين عن ديون الشركة، ولكن وين؟ بقدر حصصهم في رأس المال. هذا النوع من الشركات يجب أن لا يزيد عدد الشركاء فيه عن 50. الشركات المساهمة يجب أن لا يقل العدد عن 5. في شركات ذات المسؤولية المحدودة يجب أن لا يزيد عدد الشركاء عن 50، ويقسم طبعا رأس المال بينهم حسب الحصص. من أهم خصائص هذه الشركة أنه الحصص عندهم ممثلة في صكوك، وتكون هذه الصكوك قابلة للتداول. الصكوك قابلة للتداول، ولكن الحصة نفسها غير قابلة للتداول. بمعنى، وحتى تكون الصورة أوضح، لا يجوز أن تكون هذه الحصص في صك قابل للتداول، وتكون الحصة أيضا غير قابلة للتداول. واضحة الفكرة ولا فيها لخبطة؟ بمعنى آخر، أو النقطة الأهم في الموضوع، أنه يجب في هذه الشركات أو هذا النوع من الشركات أنه يجب أن يسأل كل شريك بقدر رأس ماله. هذه الحصص الموجودة في الشركات المساهمة تجد أنه الحصة عادي أنها تتوزع، عادي أنه الناس تتنازل عن 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 حصة الشركة، ويكون قابل للتداول. أما في الشركات ذات المسؤولية المحدودة تجد أنه لا يجوز أن تكون هذه الحصص ممثلة في صكوك، وأيضا يعتمد عليها أنه لا يجوز أن تكون قابلة للتجزئة. من أهم خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة أنه النظام حدد حد أعلى أو حد أدنى للشركاء بشريكين، و50 شريك كحد أقصى. بينما لو نرجع لشركة المساهمة نجد أنه لا يقل عدد الشركاء عن 5، وفي المقابل لم يحدد النظام حد أعلى للشركاء، حد أعلى للشركاء. بينما في شركة ذات المسؤولية المحدودة حط حد أدنى شريكين، حد أعلى حد 50. هذا النوع من الشركات طبعا معمول فيه في المشروعات الصغيرة والمشروعات المتوسطة. الشريك في هالشركات يسأل بقدر حصته زي ما قلنا، وأيضا يجب أن لا يقل رأس المال عن إيش؟ عن 50,000 ريال. مو شركة أموال، شركة ذات المسؤولية المحدودة هي واحدة من أهم شركات أو واحدة من أنواع شركات الأموال، مو أهم طبعا مقارنة بالمساهمة. لذلك تجد أنه نسبة المال أو نسبة رأس المال فيها يعتبر مهم. لا يجوز للشركة أن تلجأ إلى الاكتتاب لتكوين رأس مالها، تجدها تتكون رأس مالها بدون أي أدوات خارجية. حتى ولو كان الحصول على قرض، النظام لا يسمح أن تتكون هذه الشركة ذات المسؤولية المحدودة من رأس مال مصدره قرض أو اكتتاب. أيضا لا يجوز أن يكون غرض الشركة القيام بعمليات تأمين ولا بنوك ولا حتى ادخار، ولا يجوز أن تكون حصص الشركة ممثلة في صكوك قابلة للتداول. هذه نقطة انتبهوا لها في مسألة أنه هل يجوز أنها تتداول مثلها مثل شركات المساهمة؟
هل ممكن أنها تتجزأ مثلها مثل شركات المساهمة؟ الجواب لا. الجواب لا. هذا أهم النقاط الموجودة أو اللي حرصت أنها تكون أو حرصت عليها أنها تكون موجودة في شركات الأشخاص وشركات الأموال. يهمني بالدرجة الأولى أنه نعرف أنه شركات الأشخاص هي شركات قائمة على الاعتبار الشخصي. يهمني بشكل أكبر أنه الشركات المساهمة هي الشركات اللي قائمة على الاعتبار المالي. يهمني أنه نعرف أنه أنواع هذه الشركات وتعريف كل شركة، وش هي شركة التضامن، وش هي شركة التوصية البسيطة، وش هي شركة المحاصة، وش تعريفها، وش خصائص كل شركة من هذه الشركات. أيضا في المقابل في شركات الأموال نفس الفكرة، وش تعريف شركة الأموال، وش تعريف الشركات، وش هي أنواع الشركات الموجودة في شركات الأموال، وش الفرق بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن شركة المساهمة مثلا. يتفقون في 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 أنهم شركات أموال وأنهم لهم رأس مال ويجب أن لا يقل عن 50 في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، بينما تجد يجب أن لا يقل عن 10 مليون في شركة المساهمة المعدة تكون مساهمة عامة ومفتوحة، ولا يقل عن 2 مليون في شركات المساهمة المغلقة. وش يختلفون فيه طيب؟ غير الأرقام هذه يختلفون في عدد الشركاء مثلا. فهذا اللي يهمني، أنه تعرف كل شركة وخصائص كل شركة، وتحاول عشان تكون الصورة أوضح بالنسبة لك، تحاول أنك تربط وتقارن بين فروع كل شركة. شركات أموال قارن بين شركات الأموال في خصائصها، وقارن بينها في 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 تعريفها. طبعا هذا أهم نقاط اللي احنا ناقشناها اليوم. في المحاضرة الجاية بنحاول نتكلم على الشخصية المعنوية، نتكلم على متى تكتسب الشخصية المعنوية والآثار اللي تترتب على اكتساب الشخصية المعنوية.